أنا آسف يا فندم. آسف ليك يا فل الشر. أنا خايف أقول لحضرتك تزعل مني أو تاخد بعضك وتمشي. لا لا لا، همشي إزاي؟ ده أنا الناس اللي عازمهم كل واحد منهم جاي من حتة، أمشي إزاي؟ ومع ذلك في إيه؟ في شكوى يا فندم، شكوى من حضرتك. شكوى مني أنا؟ ليه؟ أنا عملت إيه؟ الزبائن يا فندم اشتكوا للمدير من جزمة حضرتك. جزمتي أنا؟ أنت عارف الجزمة اللي بيشتكوا منها دي تمنها كام؟ أيوة فندم. دي جزمة إيطالي مستوردة من إيطاليا وتمنها 800 جنيه. لا مؤاخذة يا فندم، في جزم ب 5000 جنيه، مش هي دي المشكلة؟ أمال إيه هي المشكلة؟ مشكلة يا فندم إن جزمة حضرتك بتعمل صوت، بتزيق، بتقول زز زز زز، عاملة قلق للزباين كلها. جزمتي أنا بتعمل زز زز؟ لا 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 لا، زمان بتوعي دول بصراحة ناس بتتدلع، ناس فايقة ورايقة. الله العظيم ثلاثة. ومع ذلك يا أخي إحنا في بلد ديمقراطي حر، كل واحد على كيفه، اللي عايز يزيق يزيق، دي ناس بتتدلع. يا فندم الزباين عندنا هنا فيري هاي كلاس، زباين مستديمين، واغلبهم يا بيتغدى يا بيتعشى عندنا هنا كل يوم. انا كمان والناس اللي عازمهم فيري هاي كلاس. طبعا يا فندم. بقول لك ايه، عشان ما تضايقنيش بقى وضايقك، خلاص انا هقعد ساكت وثابت وهخلي الجزمه بتاعتي ما تتحركش اهو. اقعد مطرحي كده وقول للمدير بتاعك ان انا مش هخلي الجزمه تزيق، اوعدك اني مش هزيق. ايه يا حسين، مكان جميل جدا. الله، امال فين مشيره واجلال؟ ايه ما جوش ولا ايه؟ حسين مالك، في ايه؟ مفيش. صور يا سيدي، الزباين اشتكوني لمدير المحل بتاعهم. ليه يعني؟ مش فاهم. قال ايه يا سيدي؟ جزمتي الايطالي اللي مستورده من ايطاليا اللي دافع فيها 800 جنيه قال كانت بتزيق وانا ماشي. بتعمل ازاي؟ جزمتي انا كانت بتعمل كده عشان تحرم تشتري جزم مستورده. لا يا فندم، انا كنت جاي اقول له كده يا فندم، خفت لحسن يزعل مني. يعني ايه؟ عايزني اقلع جزمه وتحافي؟ عمرك شفت واحد قاعد في بدله في مكان محترم وحافي؟ يا حسين ما تكبرش الموضوع قوي كده يا سيدي. ايه يعني المشكله؟ اقلع الجزمه وسيبها وانت ماشي بقلبسها وزي بقى زي ما انت عايز. يا فندم انا هاخد الجزمه، لا مؤاخذه يا فندم، يعني كاني هوديها لبتاع الورنيش، ولما تيجي حضرتك ماشي هجيبها لك. مش هتاخد الجزمه ومش هتوديها لبتاع الورنيش، مش ضمن انك انت هتاخدها تضربه عليه عوافي. انا مش عارف ايه اللي خلاني اجي هنا وايه اللي خلاني اعزمكم من اصله. الله، ايه يا حسين انت هتكبر الموضوع ليه؟ ايه اللي هيجرى يعني؟ ما انت قاعد مش باين حاجه. ايه العجازم وانت خارج هتاخدها وتلبسها وابقى زيق بقى بيها يا سيدي زي ما انت عايز، زيق ونيق. معلش معلش، انا برضو ايه هفوت عشان اقضي الليله دي على خير، عشان خاطر ايه نقضي وقت لطيف مع بعض. ماشي يا حسين ماشي. انا يجي سنه ما خرجناش، دي روشيله بتتحايل عليا بقالها سنه عشان اعزمها على الغداء او على العشاء بره، ابوظ الدنيا النهارده؟ يا حسين ليه تبوظ الدنيا؟ ايه المشكله يعني؟ اقلع الجزمه يا سيدي وبعد كده تحرم تشتري جزم مستورده، مالها الجزم بتاعت مصر؟ لا بتزيق ولا بتعمل اي حاجه. جرايه محمود، انت معايا ولا معاهم؟ ومع ذلك اتفضل يا سيدي، خد اللي يتعدي على خير. اتفضل. بقول لك ايه؟ اوعى تقدمها لزبون تاني. حاضر يا فندم. بيني وبينك اول مره اشوف حد يتعمل فيه كده. كده؟ عشان تنفخ اخوك يا محمود؟ المهم دلوقتي انا لو قمت مثلا لاي سبب من الاسباب عايز اروح الحمام مثلا، لو مشيت بالشراب هتزحلق. فرحان قوي؟ تضحك؟ يا حسين يا حسين سيبنا نضحك يا حسين، ده الواحد كل فين وفين ما يضحك. عارف انا اخر مره ضحكت فيها امتى؟ قبل ما اتجوز اجلال ب 24 ساعه. وبعدين بلاش جوشه بقى والحركات اللي انت بتعملها دي عشان ما حدش يحس انك حافي. ازاي؟ اذا كان الزباين هم اللي اشتكوني، ازاي مش هياخدوا بالهم اني حافي؟ الله، هو انت يعني حافي علشان فقير لا سمح الله؟ انت حافي عشان جزمتك فيها عطل. بقول لك يا حسين، هي جزمتك دي ملهاش توكيل في مصر؟ شويه يا زهر يا محمود، احسن انا هفرقع من غيظ. بقول لك ايه، حسك عينك تقول قدام مشيره انهم خدوا مني الجزمه دي. ما هتصدق، ده هي نفسها بتكره الجزمه دي جدا، هتقول لك احسن انهم خدوها. على العموم انا تصرفت تصرف انسان متحضر. تعرف يا محمود ان في مطاعم في اليابان
لازم تقلع جزمة قبل ما تدخلها. أيوة لازم تدخل حافي. بس تعرف أنا كده مرتاح قوي من غير الجزمة. انسى بقى الموضوع ده. تشرب حاجة قبل ما يجي؟ ممكن أشرب شوربة خضار. يا متر تحت أمرك يا فندم. هات الجزمة، قصدي هات واحد شوربة خضار للأستاذ عبالي جماعة من يجي. حاضر يا فندم. ما تتحرك نجيب الشوربة، في ايه تاني؟ يا فندم في طلب تاني من سيادة المدير لحضرتك. سيادة المدير؟ ايوه فندم. مني انا؟ عايز ايه تاني؟ بقول لك ايه؟ اكونش برنامج الكاميرا الخفية؟ يا فندم ارجوك ما تتنرفزي، انا ماليش ذنب، انا عبد المأمور. عايز ايه يا عبد المأمور؟ يا فندم ارجوك ما تزعلش مني، في شكوى تانية من الشراب، ما يصحش حضرتك تحط رجل على رجل من غير جزمة، الناس كلها هنا معترضة على كده. انا مش شايف حد معترض على أي حاجة. هما يعني مفيش معارضه من اصله، انتوا سايبين كل الرجل حواليكوا ده ومعترضين على الشراب بتاعي. تعرف قسما عظما لما كنتش عازم ناس وفيهم ستات كنت نطيت في كرشك وخليت ليلتكوا سودا دلوقتي. فندم انا مش هجيب شوربه الخضار الا لما تقلع الشراب. وانا مش هقلع الشراب وروح اقول للبتر المجنون بتاعك ده ولا المدير المجنون بتاعك ده يوريني وشه عشان اوريه شغله. يا فندم دي شركه وليها مجلس اداره، وما ينفعش ان المدير يجي لغايه هنا. يا فندم المحل هنا هاي شيك تري شيك الترا شيك، الزباين هنا يا فندم خلاصه المجتمع. طيب خلاص انا حلع اشرب التكلتك. حسين الجلال جايه. مجلس الاداره مجتمع عشان الشراب بتاعي. طب عشان يقلعوني الشراب. اقول لك ايه، اقلع الشراب احطه في جيبك. لا مش اقلع الشراب. مساء الخير. ايه يا جلال. مساء الخير يا جلال. الله ذوقك يجنن يا حسين، فعلا مكان يهوس. ما انت عارفه بقى يا ستي حسين دايما بيحب الحاجات الشيك كلها، يعني مطعم فرنساوي، جزم طلياني، بدل اسباني، اما الشرابات بقى صيني. محمود شايفه محمود بلاش تليح كلام، انت عارف انا على تكه بعد كده بقى، انت عارف ايه اللي ممكن يحصل. بقول لك ايه يا حوده، انا مبسوطه قوي، ادي العزومات ولا بلاش؟ انت ما تعرفش الاماكن الشيك دي ليه؟ ما تعلمه يا حسين. بقول لك ايه، سيب حسين في حاله، لحسن هو فاضل له زلطه ويطلع بره. امال عواطف ومشيره فين؟ بياخدوا لفه في المول وزمانهم جايين. بقول لك ايه، تشرب ايه؟ لا اشرب ايه واعمل ايه، انا هموت من الجوع مش قادره. طيب اطلب انت العشاء على ذوقك، وعبال ما يجوا يكون العشاء جه. طيب انت للمتر حسين ده مش طايقه. انا ندهله. طيب حاضر يا متر، لو سمحت بفضلك. تحت امرك يا فندم. مالكش دعوه بالشراب. شوف الهاني بتشرب ايه. من عينيا يا فندم، ارجو ان حضرتك ما تزعلش مني وان الموضوع ده كله ما ياثرش على البقشيش. يعني شوف بقى، انا مش عايزك تفتح بوقك، مش عايز اسمع حسك خالص، انا مش عايز اسمع كلام منك، خلاص كفايه اللي انت عملته معايا لغايه كده. يا فندم انا ماليش ذنب، في زباين مهمين جدا في المحل، ناس ما نقدرش نقول لهم اي حاجه يا فندم، ناس كبار تقيله خالص، المحل بيكسب من وراهم فوق ما تتخيل. يعني عايزين مننا ايه؟ عايزيننا نمشي؟ لا يا فندم العفو، ده احنا نشيلكوا فوق دماغتنا من فوق. امال عايزين ايه؟ عايزين الجاكيت يا فندم، وهنديهولك مع الجزمه. عايزين ايه؟ الجاكيت يا فندم عشان مش ماشي مع لون الكراسي. عايزين اقلع الجاكيت؟ ايوه يا فندم. ليه؟ عايزه يقلع الجاكيت ليه؟ اصبري انت يا جلال، ما تضايقيش نفسك. بقول لك ايه؟ الجزمه وخدتوها والشراب وعايز تقلعهولي، ودلوقتي تحب اقلع لك البنطلون؟ لا يا فندم العفو ممنوع يا فندم. استريح استريح. استريح ازاي؟ جبت لي انهيار عصبي يا اخي، بعدين تقول لي اتفضل استريح. حسين انت حافي يا حسين، الجزمه فين؟ ايوه ستي خدوها وبعدين دلوقتي عايزين نقلعولي الجاكيته. يا فندم لونها مش معاكي، مع لون الكراسي خالص. يا سلام، وايه اللي يخلينا نستحمل حاجه زي دي؟ عشان مش عايز اعكنن عليكم، عايزينكم على العشاء وعايزكم تتبسطوا. تعالي يا عواطف. ايه ده؟ الحقي فين جزمتك يا حسين؟ انت جاي من البيت كده ولا ايه؟ ولا دي موضه؟ انت اتخانقت مع حد ولا حاجه؟ لا اتخانقت ايه، انا لابس الشرابه فوق. لا مفيش حاجه، انتوا اتاخرتوا ليه؟ ده احنا ميتين من الجوع. اقعد. تعالي يا عواطف اتفضلي يا حبيبتي. اصل اختك بقى كانت عايزه شويه حاجات من المول، جبناها وجينا جري. لكن ما قلتليش يا حسين انت جاي حافي من البيت بجد؟ رد عليا. اقول لك انا يا وشيره، دول قلعوا الجزمه وكانوا عايزين يقلعوا الشراب وكمان الجاكيت، قال ايه عشان مش ماشيه مع لون الكراسي. مين دول؟ يطلعوا مين دول؟
مين الزباين دول؟ هاتهم لي هنا، عايز اعرف مين الزباين دول. يا هانم الزعيق هنا ممنوع، ارجوكم اتكلموا بصوت واطي ومن غير ما حد يسمعكم. انتوا ناس محترمين والناس اللي هنا محترمين جدا. تعال لي بقى شويه. ايوه فندم. لا قرب كمان. ايوه شوف بقى. ايوه قسما عظما لو ما سمعتش الكلام اللي انا بقوله لك وتجيب جزمه اخويا لدخلك العنايه المركزه اذا السرير ساعك. يا فندم هو اللي قلع الجزمه، انا ما قلعتوش حاجه. الله بهجت. ايوه بهجت. مش ممكن. ازيك يا حسين؟ ايه المفاجاه دي؟ ازيك يا بهجت؟ الله يخليك. والله ما كنت اعرف انك راجل طيب قوي للدرجه دي. بقى يا راجل يقولوا لك اقلع الجزمه تقلعها، وكمان كانوا عايزين يقلعوك الجاكيته والشراب. بيني وبينك الراجل ده جنني، مش عارف كان شويه قلعني. انت صاحب المطعم ده؟ ايوه يا فندم، وتحت امرك في اي حاجه. ده بقى اللي بتعمله فيا يا راجل. والله وحشني وحشني قوي يا متر. ايوه كل الطلبات اللي هم عايزينها تنزلها، واحلى طلبات. حاضر. تدلعهم على الاخر. واوعى تحاسب حسين بيه. المكان مكانكم. اتفضلوا. شكرا. بعد اذنك. لا استنى، تعالى باين. شوف كل الطلبات اللي طلبناها. وكل الطلبات اللي هنطلبها وفوقيهم فنجان ليمون مظبوط عشان. حاضر. فاهم ولا لا؟ عناية. والا ايه بقى؟ ايوه يا فندم. العناية المركزة. ايوه حاضر يا فندم. بالسلامة. الله يسلمك. بالسلامة. ورانا رجالة. طبعا يا حبيبي. مبسوطة يا انسجام؟ شمي بقى الهوا وتمتعي. الله مبسوطة قوي يا حسين، رغم ريحة البنزين والشحم لكن أنا مبسوطة. بقول لك إيه يا حسين؟ أوعدني أوعدني إن أنت مش هترجعني المستشفى تاني. تعالى اقعد جنبي يا حسين، انت زمانك تعبت قوي من الزق، بقالنا ماشيين كتير قوي. يا ريت، بس مين بقى هيزقنا احنا الاثنين؟ بعدين انا هرجعك المستشفى غصب عني. عارفه ليه؟ عشان تكملي علاجك. بس اللي انا بستغرب له بقى، ازاي تخشي المستشفى وتتعالجي وانت عارفه ان معكيش فلوس؟ او خدوك الاسم وعملوا لك محضر وكلبشوكي. طب يعني انت كنت عايزني اعيا وما اخشش المستشفى عشان ما معيش فلوس؟ طب انت سمعت في الدنيا كلها ان في مستشفى بتقوم المريض من على سريره وتوديه الاسم عشان ينام؟ وتصور يا حسين، تصور كل الناس عندهم كليه واحده، وانا اللي طلع عندي اربع كليات والاربع كليات بايظين. ربنا يستر بقى ما يطلعش عندك مخين وكبدين وفشتين وطحالين. بس اللي انا متاكد منه بقى ان انت عندك قلب واحد، قلب كبير قوي بيساع كل الناس. معلش بكره هتحلو وترجع السينما حلوه زي زمان، وتعمل لنا افلام حلوه زي اللي كنت بتعمليها زمان. يا ريت يا حسين يا ريت. بس انت عارف انا اليومين دول مش راضي اشتغل. ليه يا حسين؟ علشان السحابه السوداء. بقول لك يا حسين، هو الدولار دلوقتي بقى سعره قد ايه؟ الدولار؟ اه. والله يا مدام السجام انا يعني مش متابع يعني احوال الصرف. عارفه انت بتفكريني بايه؟ بايه؟ بالسقه بتاع زمان اللي كان بيشيل القربة على ظهره لما اخترعوا الحنفيات، جاله اكتئاب زي كده ودخل المستشفى. انا حاسس كده كاني خلفتك ونسيتك. قصدك تقولي ان هو مات ما دخلش المستشفى؟ معلش انا كمان حاسه ان انا عمري في الدنيا خلاص خلص، كلها اسبوع ولا يومين واموت ورايحك مني. يا خرابي البوليس وصل يا حسين. ما زمنيش. إيه ما زمنيش. إيه عايزين يا حسين. عايزين ايه؟ ما تخافيش يا حسين. ما تخافيش يا انسجام. هيرجعوك المستشفى. مش عايزه. ما تخافيش، انا من بكره الصبح من الفجر هكون عندك. مش هتلحقني. حساب المستشفى عليا انا، هدفعهولك. وشرف فيهم.
تخيل مين جاي يزورنا النهارده يا محمود؟ مين يا ترى؟ حد لذيذ كده؟ واحد ولا واحدة يا حسين؟ ابن عمك الدكتور شكري. ياه، هو رجع امتى من اوروبا؟ انا الحقيقه ما اعرفش تفاصيل حياته من زمان، من ايام ما كان خاطب باختك عواطف. فكرتني. طب وعواطف عارفه ان هو جاي يزورنا؟ انا قلت لها، في الاول اتفاجئت وعملت نفسها قال يعني ايه مش مهتمه. ما فيش نص ساعه يا ابني ونزلت عليا اسئله، سال عني ولا ما سالش، شكله زي ما هو، صوته زي ما هو. يا سلام، ولما ملهوفه عليه قوي كده وبتحبه، ايه اللي خلاها رفضت تتجوزه؟ ما انت عارف ان اختك عواطف رفضت تسافر مع اوروبا. بعدين عواطف دي بيتها وشارعها وعيلتها عامله زي السمكه، لو سابتهم تموت. تخيلوا بقى انها فضلت طول عمرها بتفكر فيه وبتحبه. انا متهيألي ده السبب اللي خلاها ما تتجوزش لحد دلوقتي. صدق يا حسين، انا بتهيألي لو شفته دلوقتي مش هعرفه، يعني انا فاكر شكله كده تشاش. ما احنا كنا صغيرين لما سافر بره. بمناسبة صغيرين يا حسين، انت عندك كم سنة دلوقتي؟ انا بطلت ارد على السؤال ده من زمان. عرفتوا بقى ان مش الستات بس هم اللي بيخبوا سنهم، الرجالة كمان ابتدوا يخبوا سنهم. على العموم ما تزعلوش، دي ظاهرة صحية جدا، ده دليل على الحيوية والرغبة في الحياة. لا، ده دليل على الكذب. فعلا، انت عندك كم سنة يا حودة؟ هي مش فاكر، هرجع للمستندات واقول لك. بتعمل ايه يا عواطف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خضتني يا توفيق. ببص في المرايه، كل ما ببعد عنها كده بفتكر نفسي وانا صغيره، ولما بقرب منها بشوف نفسي وانا كبيره. وانت برضو كبرتي يا عواطف؟ امال انا ايه يا توفيق؟ أنا كبيرة وحظي وحش كمان. أصل الفرصة ما بتجيش غير مرة واحدة بس. الله يرحمها أمي كانت دايما تقولي يا بنتي الفرصة ما بتجيش للإنسان غير مرة واحدة. بس إحنا كنا صغيرين، بيتهيألنا إن إحنا مش هنكبر أبدا. واحد بس حبني، شكري ابن عمي، ما أنت عارف، وتقدم علشان يخطبني، ولما رفضته حسيت ان الزمن وقف بيا. مش عارفه ده صح ولا غلط. بس انت فرحتي لما عرفتي انه جاي يزوركم؟ مش عارفه، صدقني مش عارفه يا توفيق، مش عارفه اللي عملته ده كان صح ولا غلط. اول ما سمعت اسمه حسيت ان الزمن رجع بيا. عارف يا توفيق، زي ما اكون اتزحلقت من على السلم. واول ما عرفت انه جاي اتلخبطت. اصل المشاعر يا توفيق زي اي حاجه في الدنيا لازم تتروي، لو ما تروتش بتموت. انا رفضته عشان اقعد مع اخواتي اخدمهم واربيهم، رفضت اسافر معاه. يلا بقى اللي راح راح. هو متجوز؟ بيقول انه متجوز. مش عارفه. مش عارفه ولا انت مش عاوزه تسالي؟ هتفرق في ايه لو كان متجوز ولا مش متجوز؟ مفيش حد بياخد غير نصيب.
اهلا انا شكري. اهلا، ازيك يا حسين؟ وحشني جدا. اخبارك ايه؟ ولا اقول لك يا دكتور شكري؟ لا 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 لا، بلاش حكايه دكتور دي. ده انا رجعت لقيت الناس كلها بقت دكاتره. لقيت حتى سواق التاكسي بقى باشمهندس. لقيت امين الشرطه بقى باشا. زيطه ملهاش اول من اخر. ايوه عندك حق. اهلا اهلا. ازيك يا مشيره؟ ازيك؟ الحمد لله على السلامه. ازيك يا دكتور؟ يا جلال. ازيك يا دكتور؟ اهلا يا شكري. اهلا. ازيك يا ابو حنف؟ منورك. ايه اتفضل اتفضل يا شكري. اتفضل. ايه الحكايه يا شكري؟ سلمت يعني عليهم كلهم ونسيت تسلم عليا؟ بالعكس، ده انت اكتر واحده وحشاني جدا يا عوض. بس اصل وشك منور جدا في الحجاب الجميل ده. لا يا شيخ، مش للدرجه دي يعني. عواطف اختي الكشف. بقالي 20 سنه ما شفتكيش يا عواطف، بس صدقيني لسه صغيره، لسه زي ما انت بالظبط. الله. يا شكري، انت هتعكس اختي ولا ايه؟ مالكش دعوه. مالكش دعوه يا محمود، في ايه يعني؟ بيقول لي كلمتين حلوين. يا سلام، وتبصي لي قوي كده ليه؟ افرض يعني ابن عمي وقال لي كلمتين حلوين، خلاص يعني في حاجه. ولما انت فرحانه بكلامه قوي كده ما اتجوزتيوش ليه؟ بلاش يا حسين تقلب عليا المواجع تاني. ازيك يا عواطف؟ الحمد لله. انت كمان ما كبرتش. بصراحه انا كنت فاكراك عجزت وهتيجي بقى مكعكع كده وبعصايا. لقيتك ولا شاب في الـ30. 30 كتير، انت عاوزه تكبرينا ليه؟ انا على فكره معجب قوي باللون اللي انت لابساه. شكرا. في ستات تانيين قاعدين يا دكتور. اخص عليك يا مشمشة، فيها ايه يعني؟ مستخسره فيها كلمتين حلوين بيقول لهم ده شكري ابن عمي يعني. مشمشة. طيب يا توفي، تحب تشرب ايه بقى يا دكتور؟ ممكن تعملي لي عصير برتقال مثلا لو سمحتي؟ حاضر، من عينيا الاثنين، عشان اسيبكم تتكلموا براحتكم شويه. شكرا. اعمل حسابك هتتعشى معانا النهارده. هيتعشى ويبات عندنا كمان. كمان. اهلا بيك، تعالي معايا جلد. طبعا اذنكم، بس اجلال مراتي هشوف حاجه. اجلال. بسم الله ما شاء الله. انا سامعه عندك بقيت مشهور في شغلك والحمد لله ماشي كويس قوي قوي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. الحمد لله. انا كمان سمعت ان انت لسه ما اتجوزتيش. ممكن اكون انا السبب؟ انت؟ لا لا لا، يعني زي ما تقول كده المسألة اسمه نصيب. عم شكري، اهلا بيك في بلدك مصر المنورة. اهلا بيك يا حسين، وحشتني جدا يا ابن عمي. انتوا على فكرة دايما على بالي، دايما دايما دايما. حلوة قوي شقتك على فكرة يا حسين، كل حاجة في الشقة دي جميلة جدا جدا. امال فين الولاد يا حسين؟ كل واحد في حتة، اللي بيشتغل واللي بيدور على شغل واللي قاعد صايع على القهوة، أهو بيمارسوا الحياة. يا جلال، عايزين قبل ما نملى الاستمارة دي نختار اسم الولد أو البنت. الولد أو البنت يا محمود. على مو مش مهم، أهي المدرسة مشتركة. خلاص، أنت تسمي الولد وأنا أسمي البنت. أوكي، أنا هسمي الولد علي. اشمعنى يعني علي؟ الله، انت مش قلت لا انا اللي هختار اسمي الولد وانت تختار تسمي البنت؟ خلاص، انا هسميها رؤية. اشمعنى؟ انا حر؟ صح. طيب عايزين دلوقتي نختار اسم الولد او البنت علشان نكتب هنا قدام اسم التلميذ ايه؟ مش فاهمة، طلب ايه اللي هنعمله الولد لسه في بطن امه؟ يا ستي، المدرسة دي بالذات بالحجز لازم نحجز قبل منها. يا سلام، مش كفاية انه بياخدوا المصاريف بالدار، كمان هنعجز لولد لسه ما اتولدش. يا اجلال، هي مش هتفرق معاهم، هتفرق معانا احنا. دلوقتي المستقبل للتعليم الخاص، يعني احنا لازم نعلمه تعليم خاص، لازم نعمل حسابنا على كل حاجة، ونعمل حسابنا كمان على المصاريف من دلوقتي لازم نحوشها. انا جعانة وعايز اكل. انا هتجنن، انا عمري ما شفت حد بياكل يقول جعان. اصل انت مش فاهم، انا باكل بسرعة عشان احنا ننزل نتعشى تحت مع ابن عمك الدكتور شكري. شفت الرقة اللي بيعمل بيها اختك عواطف؟ يا سلام، شكله كده لسه معجب بيها.
معجب بيها ايه؟ هو صغير؟ صغير ولا كبير؟ الحب ملوش سن يا محمود. بعدين بالعكس، كل ما الواحد يكبر يحتاج اللي يحبه. اوعى يا محمود تسيبني او تديني بومبا او تخني يعني، او اظبطك قاعد مع واحده. قاعد مع واحده فين يعني؟ يعني في قهوه او مطعم او اي حته. انت خلاص عينك مش لازم تشوف غيري، ايديك مش لازم تلمس غير ايديا، ودانك مش لازم تسمع غير صوتي، مناخيرك. خلاص خلاص بلاش مناخيرك، كفايه. يلا بينا نقوم علشان نلحق شكري لحسن يزعل مننا. يلا عشان ما نتاخرش. يلا استنى استنى. ايه؟ سوري سوري، معلش يا جماعه استحملوا شكلي الوحش وانا باكل كده. مش حكايه شكلك وحش ولا حلو، انت مش المفروض معزومه مع جوزك على العشاء؟ ايوه بس اصل الجبنه الحادقه دي بقوطه حلوه قوي، لو متضايقين من شكلي يعني اقوم اكل في حته تانيه. مش ملاحظ ان اجلام يوم ما جوزت اخوك شكلها بقى غريب مش كده؟ ومن قبل ما تتجوز يا عمي هي طول عمرها غريبه. ولا غريبه ولا حاجه، ودي الاكله هو مش واكله. الله، هي بتاعتنا، جوزك هو اللي جايبها. بس اللي انا بستغرب له يا اجلال، ازاي تبقى معزومه على العشاء وتقعدي تدب الدب ده كله قبل ما تروح العزومه؟ ما هو اعمل كده قدامكم احسن ما اعمل قدام ناس الغرب. وليه تعملي كده من اصله؟ طب اعمل ايه بس يا بابا؟ حماها قصده يعني انك اليومين دول بتدبيها جامد شويه بالهنا والشفا يعني. طب ايه المشكله؟ ما هو اكيد لو جوزك شافك وانت بتاكلي بالشكل ده اكيد هيطفش. هيطفش يروح فين بس يا عم توفيق؟ ما لو فضلت تاكل بالشكل ده هتتخن، وجوزها هيدور على واحده رفيعه واكلتها خفيفه. طب عن اذنك يا بابا، اصل انا جوعت قوي. هجيب الطبق واجيلكوا واجيلكوا. مفيش هنا مفيش فايده، ما كلموش حاجه ابدا. لا اللي بيحصل ده مش طبيعي يا عم توفيق، بنتك اليومين دول بقت غريبه. حرام عليك وحرام عليكم انتوا الاثنين، ما تسيبوا اجلال في حالها، دي حامل. حامل حامل، الف مبروك يا اجلال. والله ما حد قال لي ولا جوزك حتى. اذا كان ما قالتش لابوها الف مبروك يا بنتي، يعني خلاص هبقى جد ثاني يا حبيبتي. وانتوا عارفين بقى يعني ايه واحده حامل، يعني محتاجه الاكل زياده حبتين. كلي زي ما انت عايزه يا جلال، وانا هخلي جوزك يجيب لك كل اللي انت عايزاه. هي مش محتاجه تطلب منه حاجه، هي عتقه، دي منشار. منشار؟ طب قوم قوم افتح الباب. الله، ما تقومي تفتح انت، هتبقى انت واختي. خلاص خلاص انا هفتح. مبروك يا محمود. مبروك يا عبيد. انا مش عارف على ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وصلت ابن عمك طبعا. تعالى بقى لحسن، انت حسابك معايا تقل قوي. عارف حساب الاكل، ما انا شايف الاخت اجلال قاعده في المطبخ اهي. دي مش بتاكل بعقل، ده ناقص تاكل الكنب والكراسي. ايوه ومن غير غسيل كمان. الف مبروك يا حوده. الله يبارك فيك. اخيرا هتحس بيا وبالغلب اللي انا شايفه من العيال. خد انا جايب شوكولاته، خد شوكولاته اهي. لا وفرها لمراتك يا اخويا تحلي بيها بعد الجبنه. خد يا جدي. تعالى رايح فين؟ انا عايزك. تعالى نخش جوه، عايز اتكلم معاك في موضوع مهم. هو مش موضوع، هي ورطه. ورطه؟ اه ورطه ما يعلم بيها الا ربنا. تعالى سيبها. اسمها كريمان يا محمود. ودي عرفتها امتى وفين وازاي؟ ابدا، كنت اعرفها زمان وانا طالب في ثانوي. النهارده الصبح وانا بتمشى زي كل يوم بصيت لقيت واحده جميله كده بتبص لي. بصيت لها، راحت مقربه مني وقالت لي حسين انت مش فاكرني يا حسين؟ ما خدت الثانيه واحده افتكرتها، رجعتني لورا 25 سنه يا محمود. يعني ربع قرن. احنا بندي درس في التاريخ يا محمود، هم 22 سنه بس. يا سلام، جت على الثلاث سنين دول. بص يا حسين، انا مش موافق على انك تاخد منها معاد بكره وتقابلها. قصدي يعني ازاي من الاساس تديها معاد؟ انت راجل متجوز وبتحب مراتك. بلاش تأنبني يا محمود، انا مش ناقص، انا كده ولا كده ضميري بيأنبني وبينقح عليا. انا عارف اني متجوز وانت عارف قد ايه انا بحب مشير مراتي. بعدين انا باخد رايك مش عشان تديني نصايح، انا عايزك تقول لي اعمل ايه في الموقف المهبب ده.
بص، ما تروحش الميعاد من اصله، ما تفتحش على نفسك فتحه ملهاش اي لازمه. احسن حاجه كلمها بكره في التليفون، قول لها انك بتعتذر، او اقول لك لا تكلمها ولا تروح خالص، وهي هتفهم. افرض بقى انا ما روحتش، راحت هي من غيظها متكلمه بالتليفون ومدياني مهموز عند مشيره. ايه ده، انت اديتها تليفون البيت حسين؟ للاسف غلطه، بس والله بحسن نيه. انا عارف ايه بس اللي خلاني اديها نمره التليفون، وانت عارف مشيره هي اللي قاعده على السويتش، وانا ما احبش اجرح مشاعرها. انا اول مره حسين اشوفك في الحاله دي، ايه اللي انت عايز توصله بالظبط؟ ما تخافش يا محمود، انت عارف انا قد ايه بحب مشيره مراتي، ومفيش واحده في الدنيا مهما كانت تقدر تاثر على حبي ليها. يبقى خلاص، انت تكلمها وتروح تقابلها وتعزمها على حاجه سخنه او على حاجه ساقعه او حاجه نص نص يعني، وتقول لها انك مش هتشوفها تاني لانك انت راجل متجوز وبتحب مراتك وبتحب بيتك. ما هو انا لو قابلتها وبصيت في عينيها بقى وشي في وشها ممكن اتلجب ما اقولش حاجه خالص. يا سيدي ما تبصش في عينيها، بص في الارض. انت هتهزر يا محمود؟ يا محمود انا فارطه، ورطه منيله بستين نيله. محمود يا اخويا انا عارف انت بتحبني قد ايه، ممكن تخدم اخوك خدمه العمر. انا تحت امرك يا حسين، عايز نعمل ايه؟ عايزك تنقذني يا محمود. مدام كريمان اكيد. ايوه انا، مين حضرتك؟ انا الدكتور محمود اخو حسين. اهلا وسهلا. امال هو فين؟ لما تديني ميعاد من نص ساعه وانا مستنياه. انا اسف جدا، ما لقيتش مكان بره علشان اركن. تسمحي لي اقعد حضرتك؟ اه اتفضل حضرتك. زي ما قال انت حضرتك جميله جدا، يمكن هو ده اللي خوفه يعني. خوفه؟ خوفه من ايه؟ في حاجه مهمه لازم حضرتك تعرفيها. حسين اخويا اصله انسان طيب ورقيق ومش مخادع يعني، عشان كده ما حبش يجي يقابل حضرتك لانه متجوز وبيحب مراته. حسين متجوز؟ امال ليه ما قاليش؟ يمكن خاف يعني يسبب لك احراج. ولا احراج ولا حاجه، مش هتفرق معايا اذا كان متجوز او مش متجوز. يعني هو حب يجي قبل حضرتك ويقول لك الكلام ده بنفسه، بس فعلا يعني مدام كريمان حضرتك جميله قوي، وهو رغم انه بيحب مراته انما برضه حسين اخويا بيعز الجمال ويقدره. وانت بتعز الجمال وتقدره ولا ضعيف زي اخوك؟ لا 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 انا مش ضعيف، بالعكس انا قوي جدا. جاهزين للوظيفة هنا؟ حاضر. ايه ده؟ انت بتعيطي؟ اسف جدا معلش. اعتبرني مش موجود حضرتك، الحاجات دي بتحصل كتير. اه هتعيش هنا؟ اه طبعا، بس لحظه واحده بس عشان ايه رايك يا مدام كريمان؟ اعزمك على العشاء. خايفه لو تحطم مشاعري بتجرحني وتحطم قلبي. انا؟ لا 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 ابدا، بالعكس. يعني انت مش متجوز ومش هتحطم قلبي ومشاعري يا محمود؟ مستحيل، ده اللي حطم قلبك اكثر رقبته. يبقى هقبل عزمتك على العشاء. عشاء؟ عزمتها على العشاء محمود؟ شش ما تزعقش، انت هتلم علينا البيت، ما انت السبب. انا السبب في ايه؟ انا قلت لك تروح تقابلها وتزحلقها وتفهمها سبب ان انا مش هقدر اقابلها، تقوم تعزمها على العشاء؟ ايوه مرة. اصلي بصراحه حسين حلوة قوي زي القمر. انت متجوز يا محمود، انت مش بتحب مراتك؟ على فكره مراتك امبارح كلت السرير. وده وقت هزار يا حسين، هنخلص من الورطه دي ازاي؟ ورطه ايه؟ ما خلاص الحكايه خلصت. انت ما تجيبش سيره لحد، مش انت قلت لها ان انا راجل متجوز وبحب مراتي ومش هقدر اقابلها؟ ايوه يا سيدي، قلت لها كل اللي انت قلت لي عليه، بس بصراحه بقى كذبت عليها وما قلتلهاش ان انا متجوز. يخرب عقلك، وايه اللي خلاك تعمل كده؟ نفس اللي خلاك تعمل كده بصراحه حسين، هي حلوه قوي زي القمر، وبعدين قعدت تحكي لي وهي بتعيط ان انت حطمت قلبها ومشاعرها. انا لحقت احطم قلبها؟ دي حيالله كانت جارتنا من ايام ما كنت في ثانوي، ولا عمر كان في بيني وبينها اي علاقه ولا اي ذكريات، يبقى حطمت قلبها ازاي؟ معرفش، هذا اللي حصل وخلاص. ما
وانت ايه اللي خلاك تقول لها انك مش متجوز؟ ناوي تقابلها تاني؟ مش انا حسين اللي ناوي، هي اللي ناوي تقابلني. المشكله بقى ان انا اديتها تليفون البيت. ما هو نفس تليفوني. يا سلام لو اجلال تعملها وتاكل التليفون. وده وقت هزار يا حسين، اتصرف، ده عايزه تقابلني النهارده ضروري. ليه؟ عاوزه تقابلك تاني ليه؟ بتقول يا سيدي انها ارتاحت لي وانها محتاجه لصديق تتكلم معاه تاخد وتدي، وانها شافت ان انا راجل محترم وبتثق فيه يعني. انت بتضحك؟ يعني ورطتني وكمان بتضحك؟ ما تضحكش ليه؟ انا بضحك على اللي هيحصل يا حبيبي. هتطلب بالتليفون الو مين حضرتك؟ انا كريمان، عاوز ايه يا كراميلا؟ عاوز الاستاذ محمود، اصلي بحترمه قوي وبثق فيه. شوف بقى لما اجلال مراتك تسمع بودانها الكلام ده، تخيل بقى حضرتك هتعمل ايه؟ اجلال تاكلها من غير غسيل بقشرها. شوف بقى انت تقطع العرق وتسيح دمه، تروح تعترف لها بالحقيقه وتنقذ روحك. لا يا حبيبي انا مش هروح، انت اللي تروح، انت سبب الورطه والمشكله دي، وانت اللي تروح تحل المشكله يا حسين. انا ماليش دعوه بالحاجات دي، انا راجل طول عمري ماشي مستقيم وفي حالي. وبقول لك ايه، لو عملت اي غغه في البيت يا حسين انا هقول على كل حاجه. وعلى ايه؟ ما انا عارفك طول عمرك عيل. خلاص انا هتصرف، طول عمرك من وانت صغير ما اقدرش اعتمد عليك في حاجه ابدا. المهم يا حسين هنعمل ايه؟ الحل، هنخرج من الورطه دي ازاي؟ انا عارف باين عليها تلقيحه بتلقح جتتها. فعلا يا حسين كريمان من النوع ده، مع ان اجلال لسه محذراني، قالت لي اوعى تقعد مع واحده ست، اوعى تتكلم مع واحده ست. حسين يا اخويا احنا عايزين نخلص من الورطه دي، ابوس ايدك. خلاص لقيتها. شوف بقى احنا نعرفها بشكري، وهاي واحد تتلهي معاه وتنسانا. الله، طب عواطف؟ مالها عواطف؟ ما هو واضح ان شكري معجب بعواطف وجاي مخصوص عشانها. لا لا لا، عواطف خلاص شالت موضوع الجواز ده من دماغها من زمان. وبعدين هو احنا هنجوزها له؟ احنا هنسلطه عليها عشان يزحها من سكتنا. بقول لك يا حسين، انت اللي عملت المشكله دي وانت اللي لازم تخلصنا منها. وبعدين عايز اقول لك حاجه، اوعى تعرف شكري بالموضوع. الموضوع ده لو خرج برايا انا وانت، انا مش عارف ايه اللي هيحصل. ايه يا حسين مالك متضايق ليه؟ في ايه؟ لا لا مش حاجه، انا ممكن اعرف ازاي بتعرفي اذا كنت متضايق ولا مش متضايق؟ الله، مش انت جوزي حبيبي؟ ابص بطرف عيني كده اعرف ايه اللي جواك بالظبط، وعارف لو ركزت شويه ممكن اشوف قلبك من جوه. بجد بتتكلمي جد؟ طبعا يا حسين، مش انت كمان بتحس بيا لما بكون تعبانه او متضايقه؟ وبتحس بيا لما بكون فرحانه ومبسوطه؟ طبعا. امال ايه؟ طبعا يا مشيره. بس بقول لك ايه، تفتكري يعني بخبرتك كده شكري بيفكر يرتبط باختي عواطف؟ جايز، كل شيء ممكن. بس بقولك ايه، ما تغيرش الموضوع يا حسين. لا ما بغيرش الموضوع ولا حاجه، ما هو ده الموضوع اللي شاغلني شويه. حسين انا مش تايهه عنك، انت مخبي عني حاجه. انا؟ الله يسامحك الله يسامحك، تصبح على خير. ماشي يا حسين ماشي، خليك انت، انا هرد. الو الو الو، رد رد ردة المية في زورك. ما يصحش كده، ايه الالفاظ دي؟ احنا بيت محترم، وبعدين ايش عرفك انها واحدة؟ انا قلبي حاسس انها واحدة ست. ايوه يعني رقم تليفونها ظهر عندك؟ وانت ايش عرفك بقى انها واحدة؟ مش انت اللي بتقولي لي قلبي حاسس انها واحدة ست؟ لا نمرتها ما ظهرتش، برايفت كول، مكالمة خاصة يا حسين. الله، انت ليه بتكلميني باللهجة دي؟
عشان انا قلبي بياكلني يا حسين. وانا نعسان يا مشيره. تصبح على خير. بقول لك ايه، لو التليفون ضرب ما ترديش تاني، ريح دماغك وشيل الفيشه. تصبح على خير. مالكش دعوه بقى بالتليفون، نام يا حسين وانا هقعد جنب التليفون يا حسين. خليها تبقى ترن تاني وتشوف ايه اللي هيجرالها.